رمضان، مساء الخير يا كابتن رمضان. مساء الخير يا فاروق، ازيك اخبارك يا يا فاروق؟ كابتن؟ ربنا اخبارك ايه يخليك يا كابتن، حبيبي؟ ربنا يخليك يا كابتن، كل سنه وانت طيب. وبخير وسعاده يا كابتن دايما كلنا يا رب الله حضرتك يا يخليك، رب. الله يخليك يا فاروق. مباراه النهارده يا كابتن، يعني احنا بنقول الاسبوع ده او الاسبوع المؤجل ده مباراه تقيله، الاهلي والاتحاد والزمالك وسموحه. هكلمك على الاهلي يا كابتن، ونتيجه كبيره النهارده، نتيجه كبيره امام الاتحاد، فريق كبير عنده جهاز فني مميز، مجموعه من اللعيبه ايضا كانوا مميزين وما زالوا طبعا مميزين. رايك في المباراه كابتن، والشكل الفني لهذا اللقاء كابتن؟ يعني بص يا فاروق، انت يمكن قلت حاجه مهمه جدا. اعتقد ان الانديه الكبيره اذا كان الاهلي او اذا كان الزمالك، يعني ما تدهمش مساحات وما تفتحش الملعب معاهم، لان يعني اعتقد ان هم يعني يمكن في فورمه قويه جدا جدا الحقيقه في الفتره الاخيره ديت. النادي الاهلي الحقيقه يعني حسام فتح الجيم بشكل كبير جدا، ضغط من فوق، ويمكن حسام كان بيعتمد على كده ممكن في مباريات، لكن مع النادي الاهلي صعب جدا، لان يمكن كل كوره كانت النادي الاهلي بيستخلصها من الاتحاد السكندري كان بيعمل منها خطوره، لا اما يجيب جول، لا اما يعمل منها خطوره، لا اما يعمل منها فرصه خطيره. طبعا دي مشكله كبيره جدا، زائد ان يمكن الباك ليفت بتاع الاتحاد السكندري النهارده مش ما بيلعبش اصلا باك ليفت، هو هاف ليفت. فطبعا الحته دي كانت مفتوحه طوال المباراه الحقيقه، ويمكن وما تعدلتش يا كابتن تقريبا، ما تعدلتش. ما تعالجتش حتى يعني انا عمار مثلا حمدي، انا يعني تغييره غريبه جدا الحقيقه. لا التغييره الاول تغييره كانت المفروض حسام كان يعملها، كانت التغييره بتاعت الباك ليفت الحقيقه، لان كان المفتوح من الحته الشمال من ناحيه هاني ومن ناحيه كهربا الحقيقه بشكل كبير جدا، وهو الولد غصب عنه هو ما بيلعبش في المكان ده اصلا، فلا عارف يغطي ولا عارف يعمل تغطيه عكسيه ولا عارف حتى يعمل موقف واحد ضد واحد دفاعيا. فالامور طبعا اتصعبت جدا على نادي الاتحاد السكندري بطريقه اللعب وحتى كمان في التشكيله، اللي هو طبعا حسام يعني كان فاتح الجيم بشكل غريب وكان طمعان في ان هو يكسب النادي الاهلي، عشان كده زي ما قلت لك ان حتى الباك ليفت هو ما عملش حسابها وقال لك ان انا هلاعب واحد مهاجم على اساس ان هو يدوس في هاني وكده. لا الامور حسام صعبها على نفسه الحقيقه في مباراه النهارده. حقيقي، لكن فوز كبير يا كابتن، بيقول النادي الاهلي قادم بقوه اكيد في الدوري يا كابتن، وقتلوا طبعا جدول الدوري يعني. طبعا طبعا فوز كبير جدا الحقيقه، وعلى نادي كبير، وفي نفس الوقت النادي الاهلي الحقيقه حالته في مستوى عالي جدا 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 الحقيقه. ويمكن انا في رايي كمان ان مباراه الاتحاد النهارده يمكن من افضل مباريات النادي الاهلي في الفتره صحيح الاخيره. صحيح صحيح كابتن رمضان، انا بشكر حضرتك ودايما بخير وسعاده كده، ونشوف كده حفيدك ابن كبسان معوض كده في احسن حاله، وان شاء الله يبقى نجم من نجوم الاهلي في يوم من الايام. كابتن رمضان سيد طبعا نجم النادي الاهلي السابق.